شراب الشعير هل هو مفيد أو مضر، طيب أو شرير؟ قبل الإجابة، الشعير هي مادة طبيعية، وعندما تغلى في وايد فوائد تكون متركزة في هذا ماء الشعير. أول فائدة عائلة فيتامين باء تكون بكمية وايد جيدة في شراب الشعير، ويعني أهمها الثيامين والفوليت. فائدة ثانية أن شراب الشعير يحتوي على أحماض أمينية تساعد جسمك على بناء البروتينات. فائدة ثالثة أنه يحتوي على معادن، ومعادن خاصة بصحة العظام نفس الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. أيضا فائدة شراب الشعير بكمية ألياف، وأخيرا يعتبر شوية منشط للجهاز البولي، مدر للبول، فمفيد حق اللي يشتكون من حصوات متكررة. المشكلة بشراب الشعير المنكه، الفراولة والتوت وما شابه، كمية السكر فيه وايد عالية، ممكن العبوة الواحدة فيه تقريبا 33 جرام من السكر. فإذا تحب الشعير وهو شراب صحي، أنصحك تروح على الغير المنكه فتحصل على كل هذه الفوائد من دون هذه الكمية الهائلة من السكر.